السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في أمان الله. اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد الظاهرة غريبة وصراحة جديدة، اللي هي واحد اللافتات إشهارية اللي مريت عليها. شنو كتذكر؟ كتذكر أن البنك الفلاني بنسميو البنوك سعيد بدعم مهرجان فيه تصوف دون ذكر الأسماء كذلك، يعني البنك الربوي الذي يحارب الله والذي آذن بحرب من الله ورسوله يدعم ماديا بأمواله الربوية التصوف الذي هدفه أو على الأقل من أهداف التصوف المعلنة أنه يقرب الناس إلى الزهد وحب الله وحب شريعة الله سبحانه وتعالى حسب الذي يدعون. فهاد اللافتة الإشهارية جعلت لنا يعني واحد الصدمة حقيقة لاكتشاف أن الأموال الربوية تصب في دعم ما هو يمثل أو يدعي أنه يمثل الإسلام، لتعلموا أننا في زمن السيولة، والسيولة هي أن المفاهيم لم تعود لها قوة ولم تعود لها معنى، فالكل يتشبت بهذا التصوف الذي من مميزاته العصرية مع الأسف أنه يتصدق به الملاحدة والنكرانيين وغيرهم يعني من المنحرفين عن الدين القويم والدين الصحيح والمحجة البيضاء التي تركها لنا نبي الله صلوات الله عليه وسلامه عليه. فهاد التصوف اللي كتشوفوا أن العلمانيين كيحبوه لأنه طقوس روحية فقط، واللي كتشوفوا أن الملاحدة كيتصدقوا به لأنه مسائل وجدانية، واللي كتشوفوا أن البنوك الربوية التي آذنت بحرب من الله ورسوله كتتعلق به، خصكم تعرفوا أنه لا علاقة له بالتصوف السني على الأقل الصحيح، لأن التصوف كذلك فيه انحرافات كثيرة جدا وغلو وإفراط وتفريط كأي حركة يعني تكون داخل الدائرة الإسلامية. بالتالي فالإنسان كيتصدم حقيقة وكيتعجب كيفاش الناس يدعون أنهم يحبون الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى قال يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني على لسان نبيه. فهذا حب الله والحرب من الله ما عندهمش إشكال أنهم يجمعوها في واحد مهرجان اللي كيمثل زعموا التصوف، وهذا كيبين لكم قمة التناقض اللي اليوم الإنسان كيعيشه، بما أننا في زمن السيولة، وفي زمن السيولة المصطلحات لا قيمة لها ولا معنى لها، فما كاينش إشكال أنني نجمع في نفس الوقت ونفس الآن ونفس المكان شيء يغضب الله ورسوله وشيء يجعل مني محاربا من الله ورسوله، وفي نفس الوقت شيء يدعي ويجعلني أدعي أنني أتقرب إلى الله وأتقرب إلى سنة نبيه، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا زمن السيولة، وهنا كيوريك كيفاش الأموال عندها طاقة اختراقية قوية، لكن ملي ما كتلقاش المبادئ قبالتها وملي ما كتلقاش حاملي يعني راية وحاملي الدعوة الصحيحة ثم كتوغل. لماذا؟ لأنها تجد خرابا، وهذا التصوف الذي يتصدق به الملاحدة والعلمانيين والتنويريين والنكرانيين الذين يدعون أنهم يتبعون القرآن والذين يحاربون الله ورسوله، هذا التصوف ليس بتصوف أبدا ولا علاقة له بالسنة الصحيحة والإسلام الصحيح أبدا، هذا فقط يعني حركات تنتهز فرص وتجمع بعض الأموال ولا تبالي، كما جاء في الحديث يأتي زمن على أمتي لا يبالي المرء أمن حلال كسب أم من حرام. فنسأل الله حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية
إن هذه المسائل يعني القوة الاختراقية فيها خطيرة جدا، والناس تصبح سائلة، يعني لا تميز بين الإسلام ونواقض الإسلام والكبائر في الإسلام والإثم والذي يرضى الله ورسوله، فكل شيء يصبح ممكن وكل إنسان له رأيه. وهذا يعني من شيم الليبرالية، وهذه يعني من توغلات الليبرالية في فكرنا اليوم. طبعا نحن على المبدأ الذي هو دائم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.